شي حاجه في الوقت ديالو. تنظن ان دوك الجيران صراحه انك تمشي عندهم صراحه تمارس في الرياضه صراحه ريسك بالنسبه للاعبين. تنظن القرار ديالو جا كما قلت لك يعني في الوقت ديالو، سيرتو ان قالوا ان الطياره ديالنا ما بغاوهاش وهذا، يعني حسن لهم الشرف ان اي حاجه في المغرب انها تحطات عندهم اليوم شرف. تنظن ان الجامعه الملكيه لكره القدم ان خدات يعني الراي يعني الطريق الصحيح ان المنتخب الوطني واخا ما يمشيش ما غنتالموش، وتنظن انا خصنا نفرحوا ولحقاش هذوك الناس صراحه ما ديال الكره ما ديال الفن ما ديال سيره الرحم ما ديال والو ديال التقار. كما عطينا التقار ما باغي لا كره معاهم لا حتى شي حاجه، حتى داك الشان ديالهم والكره ديالهم حتى شي حاجه من عند دوك الناس ما باغيناش. وانا بنادم المغرب كنقول الله يسهل عليكم عطيونا غير الثقه. المنتخب المحلي علاش ما شاركش في كاس افريقيا للمحليين؟ اولا لان عندنا احنا البطوله ديالنا اللعابه عندنا بوزون اللعابه مثل الوداد الرجاء اللاعبين ديالها محتاجه لهم. وبالنسبه الثانيه الحكومه الجزائريه الحكومه ديالهم شويه قالت ما تجيوش عندنا بالطياره ديال الخطوط الملكيه، وحنا في تحت السياده حنا اللي خصنا نتحكموا ماشي هما، بانهم عندهم شي حكم ماشي هذاك. وحنا اولا جاو في الطياره ديالنا خاصه وعاش الملك. الانسحاب ديال المنتخب الوطني المغربي من المشاركه ديال الشان انسحاب في محله قرار صائب، لان ما بغاوش يخليوا الطائره ديالنا تقلع من الرباط القسنطينه. هما تيخلطوا العرار مخلطوا بين السياسه والكره ونساو هما بلا ما المنتخب ديالهم الاول كان تيستقبل عندنا في المغرب، استقبل بوركينا فاسو، عطيناهم ملعب، عطيناهم اوتيل، عطيناهم الامن ورحبنا بهم، وهما مراد بينا الله يعفو عليهم. هما محتاج هما غاديين ينظموا الشان ومرحبوش بالضيوف ديالهم، ما على بالهمش ما قادرش بصوالحهم، وكتي غيروا منا واللي غيروا منا يديروا كيفنا، وحنا ربانين عليهم وبزاف عليهم بزاف. بنادم كيبين سمو على والو اخويا، اش فهمتيني اخويا؟ ولا بنادم مخنوق من واحد الجهه قضية الصحراء كذا تحرات الصحراء المغربيه، بنادم ما عنده ما يقول، اش فهمتيني اخويا ولا لا؟ حيت هادشي وجدودهم عارفينه، واش فهمتيني؟ هادشي علاش بنادم ما حاملناش اخويا، حرمونا من داك ما نمشيو شنو نلعبو كذا، علاش زعما شنو؟ حسن لك الشرف تستقبل طيارة مغربية حمروا الوجه لاعبين مع فرق كبار الحمد لله في اوروب وبخير، فهمني اخويا تاري عندنا نقيين. الموقف ديال الجزائر واللي رفضت انها تعطي رحلة مباشرة للمنتخب الوطني للجزائر، وفرضات علينا اننا نمشيو حتى لتونس عاد من تما من تونس عاد المنتخب يمشي للجزائر، وهادشي داخل في واحد نقدر نقول واحد سكيزوفرينيا تيعيشها المسؤولين في الجزائر. يعني بالنسبه لهم هما ماذا بهم المغرب ما يشاركش كاع نظرا للمشاركه المشرفه ديالو الاخرى في كاس العالم اللي تقامت في قطر، فهما ماذا بهم كاع المغرب ما يشاركش في هذا الشان هذا، لذلك هما تيديروا هذه العراقيل هذه، وهذا الشيء معروف على الجزائر.